السلام عليكم، معكم الأستاذة ديلة مسعيد، عدل الموثقة باستنافية الدار البيضاء. بداية أنا جد سعيدة بحضور هذا اليوم الدراسي اللي فعلا هو واحد لقاء فكري. كنشكر عليها مجلس العدول الاستنافية الصطاد والمحكمة الاستناف اللي سمحت لنا اليوم أننا نلتقيو مع الأساسيين ديالنا ومع هاد الأطر اللي كانت فرصة للتبادل والنقاش. كنعرفوا على أنه اليوم نتناقش على واحد القانون اللي كيهمنا جميع، هو واحد القانون كيهم الأسرة بغض النظر على شكون هو، واحد كيهمنا نحن كمهنيين وكيهم الأسرة سواء امرأة رجل طفل مواطن داخل المغرب خارج المغرب. يعني الاجتماع ديالنا اليوم في إطار هذا اليوم الدراسي هو من أجل طرح واحد المقترحات اللي غترفع توصيات اللي النظر فيها بخصوص المواد اللي خلتنا نوقف على واحد مجموعة من الاختلالات اللي عرفتها مدونة الأسرة اللي خرجت هذه تقريبا 20 سنة. اكتشفنا هذه الاختلالات، يعني اكتشفوا جميع المهنيين أو الأسر اللي عندهم مشاكل من سواء ممارسة عملية تطبيق قضائي. هاد الاختلالات اليوم بسببها خلتنا اليوم، والحمد لله كانت المبادرة الملكية هي اللي فتحت هذا النقاش وهذا التجنيد ديال القوى ديال المجتمع سواء القضائية في منظومة العدالة، المجتمع المدني الحقوقي، يعني على مستوى الجامع، من أجل نخلقوا واحد التعديل اللي غينصف لنا الأسرة. اليوم كانت عندي انا بعد المداخلات، وكانت كذلك الاساسيين اللي تم الاشاره فيها الى واحد مجموعه من المواد اللي يجب اعاده النظر فيها على مستوى الزواج، على مستوى الطلاق، على مستوى الدعوه ثبوت الزوجيه. كان عندنا احنا كعدول موثقين وبحكم الممارسه العمليه طرقنا للنقطه ديال الزواج، خصوصا انه بدايه انا غنتكلم على المهاجرين، واحد الفئه اللي فعلا يجب على المدونة أن تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات اللي احنا كنشوفوها في ممارسة العملية ديالنا. أول حاجة الوكالة في الطلاق، يعني خاصة تكون واحد العبارة مادة صريحة كتكلم عليها، لأن الناس تعانيوا والمهاجرين هما راه مغاربة. ما يمكنش لك أنت غادي ترفض العمل بالوكالة بالطلاق، كاين بعض المحاكم كيشتغلوا بها ومحاكم ما كيشتغلوش بها، ولكن بين هذا الرفض وهذا القبول كتضيع مصالح ديال المهاجرين. يجب أن تكون عبارة صريحة كتنص كما كانت نص في الزواج على أنه العمل بالوكالة في الطلاق باش نقدروا نحقوا واحد التمازج بين القوانين اللي غيغلبنا المصلحة العامة والعليا عفوا للمواطن داخل المغرب وخارجه. كاين على مستوى تقدير النفقة، على مستوى تقدير النفقة كان خاصنا نوحدوا العمل القضائي على مستوى المحاكم. يعني كنشوفوا أن على ما أعتقد المادة 109 كتهضر لنا على تقدير النفقة، كنعتمدوا على المحكمة كتعتمد على تصريح الأطراف وعلى الحجج اللي عندهم، فما يمكنش لك أحيانا يصعب على المرأة أن تثبت الدخل ديال الزوج. يعني نقلبوا على شي حاجة اللي نقدروا نحقوا بها هذيك الوثيقة ديال إثبات الدخل، يعني قبل ما نوصلوا النزاع، اما اننا نشرطوها في وثائق الزواج، وهذا مهم، كاينه وثيقه تسمح لنا بضمان هذيك الحقوق. بالنسبه لدعوه ثبوت الزوجيه، انا سبق لي درت واحد المداخله فيها لانه راه الهدف ديالنا هو اننا نحقق المصلحه العامه للاسره. نجد ان المشرع حقق المصلحه الفضلى للطفل وانه حمل الحق ديالو وسمح للرجل اللي كيولد ولد خارج اطار الزوجيه علاقة غير شرعية أنه يعترف به في 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 اعتراف بنوة، ولكن هذاك الاعتراف بنوة لا يعترف بالزوجة، هي ماشي زوجة، كتبقى ولد له من امرأة. لابد أن هذيك الثبوت الزوجية نفتحوها دائما بشروط من باب أننا نحميو مصلحة هذيك المرأة، لأن هذاك الابن راه ماشي خطأ المرأة بوحدها، خطأ الزوج، وحنا كنقولوا الزوج اعترف به، راه هذيك المرأة خصنا نعطوها الحق ديالها، لأن ماشي دائما كيجي علاقة غير شرعية، ممكن في واحد المنطقة نائية تعذر لهم إثبات الزواج. ما يمكنش أن نفتحوا ونغلقوا، نفتحوا ولكن بشروط باش نحميوا المصلحة ديال المرأة. وبالأخير هذه غير مجرد نقاط أنا اقترحتها من باب تجربة متواضعة في ميدان التوثيق العدلي كعدلة موثقة، لأنه كنتمنى أنه من يتم اقتراح هاد التعديلات ويتم تعديل المدونة في بعض موادها، أنني يكون التعديل اللي قوانين اللي الصعوبة راه في التنزيل، تكون لنا نقدروا ننزلوها، نقدروا نوعيوا المواطن ونفهموه، لان راه ماشي كافي نخليوها قوانين مكتوبه، خاصنا نوعيوا
وتكون سهله في التنزيل ديالها. التنزيل هي المشكله باش نقدروا نحققوا المصلحه للجميع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.